السلام عليكم. في الدرس الماضي كان الكلام عن عدد من الأفعال الشاذة في المضارع البسيط. كان من هذه الأفعال فعل appear، وهذه تصريفاته. هذا الفعل معناه الحرفي يمتلك، لكن لا يستخدم هذا الفعل بمعنى يمتلك، وإنما يستخدم فعل appear كفعل مساعد، وسيأتي إن شاء الله توضيح معنى كونه فعل مساعد. وكما تعرف الفعل الذي معناه يمتلك هو فعل tenir. على كل حال الفعل الذي معنا الآن فعل appear كما ترى مع الضمائر ايل ايا استيد له تصريفان. كلمنا في هذا الدرس عن التصريف الثاني وعن الاستخدامات التي يأتي فيها هذا التصريف الثاني، وهو التصريف I I I كما ترى الحرف الأول صامت فينطق فقط حرف A وحرف إجريجا I I. الاستخدام الأول لكلمة I أن معناها يوجد هنا، ويأتي بعدها اسم الشيء، وممكن هذا الشيء الذي يأتي بعدها يكون مفرد أو جمع. مثال: أنت مثلا رأيت كتاب على الطاولة فتقول Hay un libro en la mesa. Hay un libro en la mesa. معنى الجملة يوجد هنا كتاب على الطاولة. I يعني يوجد هنا. Un libro كتاب. En la mesa يعني على الطاولة. La mesa يعني الطاولة أو المنضدة أو الترابيزة. وأيضا كما ذكرت ممكن تأتي الكلمة بعد I وهي كلمة جمع. المثال السابق كان عن كلمة مفرد، والمثال القادم عن كلمة جمع. Hay cinco carros en el aparcamiento. Hay cinco carros en el aparcamiento. معنى الجملة يوجد هنا خمس سيارات في الموقف. Aparcamiento يعني موقف السيارات أو الباركينج أو المكان الذي تقف فيه السيارات. هذا هو الاستخدام الأول لـ I. أما الاستخدام الثاني هو أن تأتي كلمة I بكلمة IK. IK هذه الكلمة يأتي بعدها الفعل في المصدر، يأتي بعدها الفعل في صورته المصدرية. جملة IK معناها يجب على أحدهم أن يقوم بي، أو معناها يجب أن. مثال: Hay que limpiar la cocina. Limpiar هو فعل منتظم في كل الأزمنة معناه ينظف. La cocina يعني المطبخ. معنى الجملة يجب على أحدهم أن ينظف المطبخ أو يجب أن ينظف المطبخ. إذن I بمفردها معناها يوجد هنا، و IK يعني يجب أن. أما الاستخدام رقم ثلاثة هو أن تأتي I في جملة نؤيدك. في هذه الجملة كما ترى K عليها شدة، عليها تلدة. هذه الجملة كلها معناها لا يوجد شيء أو العفو أو على الرحب والسعة. هي كلمة تستخدم في الرد على كلمة شكرا. ممكن تقول للرد على كلمة شكرا دينادا، أو تقول No hay de qué. No hay de qué. هذه الجملة قد تقابل باللغة العربية لا داعي للشكر.
والاستخدام الرابع لـ I أنها تأتي في هذا السؤال كي أي دينويبو. كي أي يعني ماذا يوجد، دينويبو يعني من جديد. هذا السؤال معنى ما الجديد معك، أو ما هي أخبارك، أو بأسلوب بسيط معناه كيف حالك. هو سؤال للسؤال عن الحال بين الأصدقاء. كي أي دينويبو، كي أي دينويبو. طبعا أنت تعرف كومو استاس للسؤال عن الحال، والذي معنا الآن هو سؤال آخر للسؤال عن الحال لكن بين الأصدقاء وبعضهم. يعني هو سؤال ليس سؤال رسمي، وإنما سؤال بين المعارف والأصدقاء. والاستخدام الخامس والأخير لـ I هو أن تستخدم هذه الكلمة للسؤال عن تواجد شيء أو وجود شيء، مثل أنت في محل عصائر فتسأل وتقول أي خوغو دي نارانخا، أي يوجد هنا عصير برتقال، أو هل يوجد هنا عصير برتقال. أي في بداية السؤال بمعنى هل يوجد هنا أو أي يوجد هنا، ويأتي بعدها الشيء الذي تسأل عنه. خمس استخدامات لأي: واحد بمعنى يوجد هنا، اثنين في جملة أي كي يجب على أحدهم أن يقوم به، ثلاثة نوعي دي كي العفو أو لا عليك، أربعة كي أي دي نويبو يعني ما الجديد أو ما الجديد من أخبارك، خمسة للسؤال أي يوجد هنا. أي ثم يأتي بعدها الذي أسأل عنه، سواء مفرد كما في المثال الذي سبق، أو جمع أي بوليتوس. أي بوليتوس يعني أي يوجد هنا تذاكر، أو هل يوجد هنا تذاكر. بوليتوس يعني تذاكر، والمفرد بوليتو، وهي كلمة مذكر. خمس استخدامات لـ I. هذا كان موضوع الدرس، وهو درس رقم 52 من سلسلة الإسبانية من الصفر. احفظ هذه الاستخدامات جيدا من فضلك. معنا الآن 12 كلمة كتدريب على الاستماع. اختبر استماعك وحفظك في نفس الوقت. تسمع الكلمة وتكتب ماذا سمعت. معنى 12 كلمة: ثلاثة كلمات أسماء لأماكن، وثلاثة أفعال، وثلاثة صفات، وثلاثة أرقام. اسمع الكلمات واكتب في تعليق ماذا سمعت ومعناه باللغة العربية. والسلام عليكم. La biblioteca. El orfanato, el supermercado, comer, vivir, tener, generoso, nuevo, grande. 20, 80, 90.